إلا ما يكون في واحد منه هو صغير بحب إشي بميزه عن أي إشي تاني. هلا أنا لما كنت صف سادس كنت كاتبة لصاحبتي إنه على دفتر مذكراتها إنه أنا كان نفسي إني أنا أكون مهندسة ديكور. هلا أنا ما صح لي إني أنا أدرس بالجامعة هندسة أو إني أصير مهندسة ديكور وإني أشتغل بالديكورات وهيك، بس أنا قدرت أعمل إشي أنا كان نفسي فيه من زمان اللي هو الخشب، صرت أعمل فيه الديكورات الخشبية. بوجه لهم انهم هم ما يخافوا، بالعكس يواجهوا المجتمع والناس بكل قوة، وما تخلي اي حدا يأثر على طموحك على اي اشي انت في بالك، حتى لو اشي كان بسيط شوي 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 خطوة خطوة راح تكبري وتصيري ان شاء الله اشي يعني مهم بالمجتمع. بالعكس اصلا انت هيك بتكوني دافع اقوى لانه اي مرة اي بنت تطلع تشتغل بالمجتمع بكل قوة وانها ما تكون نقطة ضعف لاي حدا. هي سوبر هيرو لأي بنت فينا ولأي ربة منزل فينا، يعني هي كتير مثال رائع بالنسبة لنا. هادي شغلة إنه بنت تدير هيك شغلة، يعني سوري يمكن شباب تكون صعبة عليهم لأنه أنا بشوفها، أنا جارتها الباب بالباب، بشوفها كيف تشتغل لوقت متأخر، الناس اللي بتلاقيهم طول الوقت، يعني هاي مش شغلة سهلة، بالعكس هي آيدل لنا كلنا.